السلام عليكم. هذا سيري، لا أشفع ولا أنفع، لو حد يبغى يضربني بخوصة صحت من التعب. والهو اليوم يا يبوي خلف خلاف، بالعكس يعني أنا شرق وهو غرب، مرة في الويه بالضد، تجري الرياح بما لا تشتهي السياكل. وكانت والله يمعتم مبروكة ما شاء الله تبارك الرحمن، ويلس الزين وهيك الرمس الغاوي وهاك المنطوق الزين، والرمس اللي والله انها ما دارت كل الرمسة رمسة رمسة تبيض الوي، واسلوب وثقافة ودين وعلم ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يرحم من رباكم ويطرح البركة في اللي باجين من هاليتكم، كلكم يا الحضور البارحة استمتعنا وياكم. بس كانت قاصرة من أمير براكة، أمير براكة هو بس اللي مايا ساير أبوي حق الصافي بيموت على الزمج. ما شاء الله علينا صايدين صافي وايد يعني، وصايدين ما شاء الله بعد جش وام الحلق، شيء فنان يعني ما شاء الله صيدهم. هذا واحد من الشباب توي تقريبا شبه توحاني، يقول لي خالد توبل تعرف العالم كله، انت وين تعرفهم وين تفيقت لهم العالم كلها؟ قلت له هي نعم، ليش؟ انا ابوي اعرف اللوادم ابوي من السلع لين الفجيره كل هالعرب اعرفها. صلاح سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. تكلم اسباني انت؟ سبايد. السلام عليكم. لا انا بقول لك عليكم السلام وبركاته. انا بقول لك سلام عليكم، قلت عليكم السلام. لا سلام عليكم. سلام عليكم. صلاح. معلم. معلوم؟ نعم. نعمين. نعم وحده ما بنعمين، انت وحده نعم. نعم. زين. فلوس وايد ما شاء الله عندك اليوم. إيه؟ شيخ انت؟ إيه؟ شيخ ما شاء الله يتكلم شيخ اليوم. إيه؟ زين وين بسير الحين؟ مول. مول؟ لا لا صالون. بسير صالون؟ إيه؟ هالكثر بيزات ودي الصالون؟ لا لا حلوش. بس 50 والهاية كلها هالكثر ربطة هالكثر حق شو؟ كل واحد من بيزات. ما اعرف انا. هي هالكثر بيزات ها ربطة متروس متروس. ما نقدر. وين بتوديهن زين؟ خباك. الورقة شو مكتوب فيها؟ يا سلام السيد صلاح الخالدي المحترم ما شاء الله ما شاء الله مبروك. ايه انزين عيبني لون دلتي قلت بصور لكم اياه، لون لون بيلياني، لون البيليان. ايش رايكم؟ هي ابنة تكملة الطقم الفنايل والدلة وها وسعيد بن خالد. الحين ساير الجيم ان الله راد، بخلص يبالي ساعه ساعه ونص وان شاء الله خلاص بسير ميلس عبد الله بن عبد الرحيم القبيسي اول الله. يعني الموضوع كالعاده ما بشيء جديد، يعني البرنامج اليوم اللي تحيدونه بنرمس خلاف، لكن قبل ما نرمس خلاف شيء بكملكم موضوع مال مغيربان المساعي. تحيدون قلت لكم انا انه اني اعرف العرب يعني من السلع لين الفجيره في كل بقعه، كلبه خرزعاب خرتلبه العين البريمي بحماسه ليوة غياثي دلمة اليزر الحول الصير وين مات في كل بقعة عندي صدقان، حتى في غمضة والياد وروس اليبال وراس الحد ومصير وصلالة البواطن وشرق وغرب في الكويت والسعودية قطر عمان في كل بقعة ما كل مكان ماشي مكان ما أعرف، يعني بس الين ما أعرفهم، الين هم ليه ما أعرفهم ولا ما أخلي حد ما أعرفه. اللهم لك الحمد وهاي نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. فعهالأساس أنا بدخلاني ويا العرب كلها ويا الحريم والكبار الشواب والصغار، عسبتي تلقطوني في السنابات اللي تابعوني من كل الفئات. رمستي هاي رد على حديث اللي يتوحاني من الصبح يقولي وين ما تخلي حد ما تعرفه في كل مكان، ما كل مكان تعرف حد، هذا ردي عاد علي. وايد جتني استفسارات عن طريقة الديكور وترتيبهم ما شاء الله الجماعة البارحيين عيال حياة ثاني بمرشد وتنسيقهم ومايو. قلت لهم بوي هالشيء بوي ما بعتوه ما بشيء جديد عليهم، كلها هالامارات ما شاء الله هالذوق وترتيب بلادنا اللهم لك الحمد كلهم ابوي هالذوق وذوق رفيع يعني ما بلا اي ذوق وكرم ومايوب، ومن يجمل عليهم الضيف يعني كانهم شايفين امهاتهم وابهاتهم
ايا كان كبير صغير شو ايا تكون جنسيته. ترى ابو ظبي اسمها جزيره ابو ظبي، جزيره وجزيره لام العالم هاي كلها، وهذا يعرف هذا وهذا ابن عم هذا وهذا ابن خوله، واستوت الجسور والترابط والانفاق وربطوا ابوي الفرجان كلها واليزر والبقع هاي كلها. ولي في دلمة استوى جريب، ولي في الصير استوى جريب، ولي في غياثي، ولي في ليوة، ولي في الحيور، ولي في الإبال، ولي في كل هالدنيا تواصلت. ومن استوى الترابط الاجتماعي لي في الشرق يعرف شو اللي في الغرب في غمضة عين في جيل. يا رب ارحم، اللهم لك الحمد. ترى ابو ظبي الاول فرجانها معروفه في اللي في اطريقكم اللي في الثمانينات والسبعينات، يعني ما باللي في الخمسينات. انا بعدني ما استويت هاك الوقت. البطين ودارة المياه في ريج المحارب ومدينة زايد وبارهوز وبالشعوم والمرور، يعني عدة فرجان يعني معروفة. ومع الوقت وهاي وخطف الوقت هاي العرسة ويابوا عيال وعيالهم يابوا عيال، وانتشرت الدنيا وامتزرت العرب ما شاء الله وتكاثرت الوادم، الله مالك الحمد. نسبة لي أنا مثلا أربط البيت بالمسيد، مثلا مسيد حياة عمير، مسيد حياة درش، عندك مثلا مسيد حياة هامل، هامل بالغيث، مسيد حياة ثاني بن مرشد الرميثي. فمسيد حياة ثاني بن مرشد بيننا وبينهم ما يقارب ثمان بيوت في الشعبية، هم في الطرف اللي الثاني. فحيد حيابة خضر وعود جامع، ما بمسيد عادي، جامع الصلاب الجمعة، ما بمسيد، لا مسيد من الكبار. هب مسيد عادي، مسيد جامع، فرق بين الجامع والمسيد الصغير اللي الصلاب الفروض العادي، لا هذا جامع. المسيد ما شاء الله مسيد جامع عود هاك الوقت عاده في السبعينات، هب اليوم البارحة هالكلام السبعينات، يوم الواد ما حد عنده شيء، يوم ما حد عنده شيء هاك السنين. حياة ثاني بن مرشد الله يغفر لي عليه الجنة مسوي جامع يوم الواد ما حد عنده، لكن جليل جليل من الناس اللي يروم يسوي جامع يعني، وهم من هاك الأيام سوين جوامع، اللهم لك الحمد. اللي تسوي الجوامع الشيوخ يسوون الجوامع هات السنين، والحكومة يعني هي اللي تروم، لكن الوادم العاديين ما يروم، ما حد يروم. وحيد الجامع عود وجريب من بيوتهم، مرة بصاف بشاهد بيوتهم بين وبين البيت مخطف سيائير ساير ياي بعد كان قدام بيتهم. الجامع عود كم كبره، ودخلوا له إضافة وطموا الإضافة بسبستو عسب ما يكون لونه شيء رصاصي مبغاوي، صبغوه خضر وغادي رنقه غاوي ترابالي كني حينه خضر زيتي مع الشمس. يوم الشمس تضرب في الاسبستو هلاكي يغدي له صليج، ونحمل الفريج يعني بيننا وبين تغير ثمانة بيوت، لكن نحن حق بيوتنا نحن وين بيوتنا أقرب لنا مسيد حياة هامل، بيننا وبين مسيد حياة ثاني بن مرشد فريج، نحن في نص فريج القبيسات وهم فريج الرميثات، وبيننا وبينهم شارع هالي يوديك لين مدرسة الكندي. والمسيد ابوي تم هذاك، وعقب ابوي نشوا وهدموا العيال وبنوا من يدو يديد، فلذلك ابوي رب العالمين طارح البركه فيهم. ما قالوا ابوي خلاص عهد نطاف، لا هدموا المسيد من يدو يديد وبنوه وعدلوا وازم جامع اخير عن الاول بعشر وديا. قال يلا بمال، قال يلا بوالي، رب العالمين يطرح البركه في المال يوم يسوى ينفق منه فيما يحب ويرضى في جامع في خير. وعلى أساس العالم تحترم الشخص العيال اللي ماشيين على نهج هاليتهم وتربيتهم، ومازم خاطرهم شرح وأكرام وأيواد. يقولك يوم ما عندك عسل ريجك عسل، يسد المعاملة والاحترام والترتيب والذوق الرفيع والماواه يابون على العرب كلها. المراد البارحة أنا شفت عرب ما شفتهم حول من 30-35 سنة، وانبسطت وياهم وتيسرت الأمور وسولفنا وضحكنا. بعد أنا نسيت أكملكم السالفة وصف المسيد الأولي، ما بالحين الحين جامع خلاص ما شي شراته في الدنيا، لا
انا اعطيكم المسيد الاولي، خبرتكم انه بسوي له، سوى له اضافه المسيد من داخل، ترى مكيف وكل شيء، لكن يوم كثرت اللوادم سووا له اضافه، وخبرتكم عن الاسبست. الاسبست الحين لازم يستوى له دار، اليدر هايل الثلاثه اللي مسويين حق المسيد عباره تحيدوها كالطابوق المخبق، كل الاطراف، الاطراف الثلاث اليدر الرئيسيات اللي محيبيها الاسبست مسوين طابوق من المخبق، وي البراد من ثلاث الاماكن، هب مسكر مسوين اداره مصلوح، لا الطابوق المخبق طرع بنيان مخلص الرمسه، قلت لكم بركب النادي اتمرن، يا غير طرع علي الطابوق هذا مخبق وتخبركم به. يلا في مال الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور، الله يعودكم ان شاء الله على هالايام المبروكات كل سنه وكل حول. مجب العيد يا جماعه الخير، مجب العيد، والله الله في اعماركم، الحاضر يعلم الغايب، نحن ما بلازم ولا بمفروض علينا كل سنه يظهرون من البلاد، نفترض 1000 ادمي يردون 850، هذا كله بويه من الاهمال وعدم اللامبالاه، لا مبالاه من الرغده، نحن بويه روحنا معدودين على الاصابع، نحن بويه معدودين على الاصابع، ما ب 500 مليون نحن ادمي، روحنا واللي بويه بيقبضون خطوط حينه، اللي بيصير جده صلاله، واللي بيصير جده مكه، واللي بيصير الطايف، واللي بيصير اي مكان كان، الله الله، يا ما اطفال تيتمت، يا ما حريم ترملت، ويا ما ريايل عزموا بلي حريم، والسبه من هالخطوط وهالسرعه، والله يا بيوت، يا بيوت كامله انا اعرف تسكرت عن بكره ابيها، تسكرت ابدا، قفلوا البيبان ابوي خلاص، سلموا ابوي مفاتيح البيبان حق المحكمه، لان اهل البيت كلهم ماتوا، شمنه كل من هالخطوط، ولبيت ولبيتين ولبعائل ولبعائلتين، كذا عائله، شيء من الشارجه وشيء من دبي ومن العين عاد حدث ولا حرج، وابو ظبي كذا، ما حد يودنكم عن السير والجيه، سيروا وتعالوا وعين من الله خير، لكن يا ابوكم امشوا عدوا خطاكم، الله الله في عمار، عيزنا يا ابوكم من الاحزان ومن العزيات، من الاحزان ومن العزيات، هيلا بيس كل سنه ثلاث واربع حوادث، لا هذا نصيب اول وثاني يوم العيد ثلاث واربع حوادث، ما ناهيك عن اللي في السير واللي في الجيه، من كل فريج يا ابوي، الله الله في عمارك، وروفوا بهاليتكم يا ابوكم، روفوا بهاليتكم، هاليتكم يا ابوكم شقوا لين كبرتوا وغديتوا ريايل واستويتوا رقم واحد، الحين تتقرقمون مني والطريق ما يصير، والعمر يا ابوي ما بعود جت، العمر ما بعود جت، كل من يزيت نبت، لا العمر ابوي الحياه وحده، الحياه وحده، اللقعه، اللقعه تدرون وين تتم؟ اللقعه تتم ابوي في كبد اللم واللبو، ملتقعين دبت حياتهم يا زلمه، ملتقعين كله كل بينساك، الصاحب والصديق الاخت والاخو، اللم وخاصة اللم يعني تلقع لقعة ما شي كبر، الله الله في عماركم يا ابوي، كلكم كلكم مرة لا الكبار ولا ما غلط على حد، حد بيغلط عليك، اما غلط على حد حد فكثر ما تروم يا البنادم، تركز في السير والجي، طالع التواير، طالع السير البنكة، الايل كل كبير، هب الا تتشل على دريول، ايش دراك يمكن لطم البيزات دريول قالك بدل تايل، وهو لا بدل ايل ولا فحص طواير ولا سوى شيء، خفوا على عماركم ابوي من الاستهتار، الاستهتار هذا الاستهتار في السواقه، خفوا على عماركم منه، والله العظيم يا ابوكم منها مصيبه عود، انا ابوي تراني وصلت، برد ارمس وياكم اول ما اخلص، الحين بكم كد حطوا السحور، والله ابتدوا في السحور، من ارمس خلاص هنا انا اشوفهم، هم ترى ما يشوفوني، انا من خاري ما شاء الله الميلس ماخذ على حده مره، الميلس ما شاء الله متوازي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اقول لكم حطوا السحور، كم بيت ريون، كم بيت ابو فهد عبد المحسن الدوسري، تحيدون المعلق الرياضي الاولي، اوه هذا هو خرب الله تعب، طعي صد هو جاي، نطلع لكم عنه
عبد المحسن الدوسري ما الأول خشب الأول يا سلام سلم. زين رد على موضوعنا. موضوعنا المساعي مال الخطوط والسرعة وبالأخص عادة خط صلالة، ضروري خط صلالة، خط صلالة سنويا يعني في الموسم هذا مال الخريف يحصد له أرواح من عمان ومن عدنا، يعني ما يخلي حد. كم عائل بعائل اللي انطحنوا على هالخط. الغلط ما بم الخط، الغلط من الدريولية. المسافة طويلة، لازم تقسم وقتك انت يا دريولية. بعيد الطريق يعني من بوظبي لين هناك ما يقارب حوالي 2000 كيلو كنهن. انا سار لها كم ودية لبلاد فنانة، البلاد فنانة وجوها فنان ودنياها فنانة والبلاد نظيفة وكل ما تشتهي فيها يا غير البعد. عادة البعد وهلها هلها صلالة. ناس أكرام وحشام يحيي لهم التقاهم ومازينة وناس أياويد يعني وكرم فيهم. هلها من تلاجيهم ما ودك تفارجهم. ثيابك يشرنك وهم ما يشرونك. ثيابك يشرنك. البلاد في منتهى الروعة. لكن بس عاد هاي خوش دوري لكن في شعرة. خوش دوري لكن في شعرة. يعني وايد ترى كل بلاد لهم عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم. انتو اجانب ويا غريب كن اديب. مفروض اللي بيصير اي بلاد سرعة السيايير والتهور في السواقة بين الفرجان وعند عربهم وناسهم، ترى بعد هاي لك ناس مسلمين خافين من الله. لو يسخون عنك لو بيحشمون منكم ولو بيحترمونكم ترى ساعة دون ساعة الحشم توجف تراها. اها لا تقولوا ما حد قال لكم. وحد من العرب ترى يغدي مرة ما في مذهب، مرة يغدي ما في مذهب ويزل عنه المستحق. والمستحق ترى قطرة، والمستحق قطرة، ومن تزل هاي القطرة تزل خلاص، زل عن كل شيء. ما حبي حشم كل آدمي اوعى. ترى يسد اللي استوى العام وعام الأول وكم اللي ماتوا وكم اللي غرقوا وكم اللي استوت عليهم مشاكل وضرائب وسفارات ووقعوا وصدعوا ديانة. ترى ما حد يرضى بالعيلة. كم حد يرضى بالعيلة؟ تسيرون لين بقعهم وتعيلون عليهم، ما حد يرضى في العيلة. الفئة اللي سوت المشاكل العام في صلالة نسبة بسيطة لا تذكر، لا تذكر، لكن أمانة من خوف. لعوذ الله من شركم. نحن بوي تربطنا ويعمان نسب وأهلية وحكومة وشعبا صداقة من استوت الدنيا. فابوي دخيلكم تيملوا ليه بيصير عمان ولا غير عمان، شرق ولا غرب، حشموا عماركم كثر ما ترمون. حد ابوي عنثرة يصير يشاتي السفارات ولا عنثرة حد يشل جوازه يصير يكفل اللوادم. زخوكم هناك وارتخوكم شو بتسوون؟ تصير وحشام وتعالوا وحشام على ما قال متوصف امشي الحرة وما عليك مضرة. اها ياركم الله. عدا الحين جريب ما شي باجي وقت الحين جريب بيدن الفيع. يلا في مال الله ونرمس وياكم باكر على العصر المغرب الله اللي يعلم. يلا في مال الله.